ساعة واحدة من هطول مستمر وكثيف للأمطار في إسطنبول تسببت بمثل هذا الدمار الواسع في أكثر من 1500 بيت ومنشأة حتى الآن. كذلك الأمطار كانت خلال ساعات الليل تسببت بإغلاق معظم الطرقات في شمال مدينة إسطنبول في أحياء كبيرة منها مثل باشاك شهير كوتشوكشوكماجي وأرناوتكوي، كلها تضررت وتركز فيها مثل هذه الصور من الدمار التي ما تزال فرق الإنقاذ تحاول تلاشيها وإصلاحها حتى ساعات صباح هذا اليوم، وتحاول أيضا حصر الأضرار تباعا، وحيث تقدر وفق الإحصاءات الأولية بصورة يعني كبيرة وغير مسبوقة في هذه المناطق التي بالعادة لا تشهد مثل هذه الفيضانات، نظرا لأنها مناطق حديثة بنيتها التحتية مجهزة بشكل جيد، لكن الأمطار كانت على ما يبدو مفاجئة، ذلك ما تسبب بمثل هذه الصور من الدمار التي تواصل فرق الإنقاذ محاولة تقليل آثارها. محمد المشهر، وسكينيوز عربية، إسطنبول.